طلعت ولد امك خواف؟ شاب شاب عبالك راح نسالك هالكف؟ الله لو تناقز بيدك وبريولك ولو تنطبق السماء على الارض، زواج من ريم ما راح تتزوج، فهمتني ولا شنو؟ اي ليش؟ شنو الغلط اللي مسويه انا؟ شنو شايفه علي؟ ماني ولد خالها؟ ولا ليكون انا ما شرفك؟ انتوا عيال اخوي وغلاتكم من غلات المرحوم، بس السبب امك. ايش فيها امي؟ شنو اللي مسويته امي؟ شنو المشكله اللي بينك وبين امي اللي مخليتك توقفين بطريقنا؟ لا تقعد تصرخ علي، انا مو اصغر عيالك، واذا تبي تعرف السبب روح اسال امك يمكن تقدر تقول لك. واسمعني زين يا عثمان، والله اذا عرفت انك انت داق على ريم ولا متواصل معاها ترى بتشوف شيء مني في عمرك ما شفته. عمتي هاتش تلفونك. ما بي شيء، ما بي شيء، ما بي لا تلفون ولا بي ولا شيء منكم، خلاص ما طلعي من الغرفه. لا حول ولا قوه الا بالله. ريم حبيبتي أبيك تكونين واثقة في أمك، واللي أسويه هذا عشان مصلحتك. لا تقولين مصلحتك، خليك صريحة مع نفسك وقولي إنها جاي لمصلحتك أنتي. أنا وعثمان شكو، ليش توقفين بطريقنا عشان خلاف بينك وبين ليلى؟ إحنا ما لنا شغل فيه ولا نعرف شنو هو أصلاً. هذه أسرار، والأسرار هذه إذا طلعت برا ممكن تدمر حياة أسرة كاملة، ولازم تعرفين سبب الخلاف اللي بيني وبينها. وبعدين أنا ما منعتك منه إلا علشان مصلحتك وأبي سعادتك، وأبيك تكونين واثقة فيني. وين عماد؟ ها عماد؟ ها فيك صاير؟ وين عماد؟ فهمني الصاير، خلصني قولي وين عماد؟ عماد بداره. عماد تعال قولي الصاير. عماد ها عماد 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 انت ايش فيك صاير؟ مالك شغل، أنا كلامي مع عماد. شوف عاد احشم لسانك وكلمني بطريقة سنعة، أنا ماني أصغر عيالك. إيش فيكم أنت الحين؟ إيش فيكم؟ ما تشوفه داش بشره وقالب البيت وصرخ من قمة راسه. عماد أبيك تقول لي كل اللي تعرفه وساكت. قول. إيش تبيني أقول يا عثمان؟ أمي إيش فيها؟ إيش مسوية؟ وليش عمتي ترفض زواجي من ريم بسببها؟ ما أدري. تقدر تسأل أمك إذا جات، ليش تسألني أنا؟ ليش؟ لأني أدري إنك تعرف. ما أعرف. لا تعرف. إذا لسانك ما يقول عيونك تقول. كل ما نجيب طاري عمتي قدامك تغير الموضوع وجهك يقط ألوان، وأي نقاش عن عمتي وأمي تنسحب. قلت لك ما أعرف ولا أبي أعرف زين؟ لا تنبش معي قصص قديمة. يلا ذلف على وجهي، ذلف ذلف، لا تفتح معي المواضيع. يلا عماد تعودوا من إبليس يا جماعة. إيش فيكم تصارخون؟ صوتكم ماصل لآخر الشارع بنص الليل. سيلي خوت، سيلي خونا العود، قولي له ليش ساكت؟ شنو السر اللي خاشي عنه؟ ليش خايف؟ منو اللي مخرعك وقايل لك اسكت أمي؟ هذا بنت خونا العود اللي نشد الظهر فيك، طلعت ولد أمك خواف؟ شم شم عبالك راح نسالك هالكف؟ والله ما راح انسى الأيام بيننا يا عماد، بترد لك الكف كفوف. بسيطة يا عماد، بسيطة. تعال عثمان تعال واخر عني.
ما علي يا أخوي ما علي، أنت كبيرنا وهذا عدة ياهل سفي يقط حجي ما يثمنه. مسحب وجهي يا أخوي. شفيك تطالعني كذي؟ أبي أعرف شو اللي صاير بينك وبين بنتي، وما تبوا تعلموني. ريمو؟ مو صاير شيء. ليش أنت سامع شيء؟ قالت لك شيء هي؟ هي لو قالت لي شيء ولا سامع كان ما سألتك. أنا قلبي لا زال أحس. أنا صدق انكسرت، بس مو معناته إن قلبي مات. إبراهيم، أنت عمرك ما راح تنكسر بعيوننا، والفلوس تروح وتي، أهم شيء صحتك وعافيتك عندنا. بعدين أكو وايد ناس خسروا بالتجارة مشاريع وبورصة وما تحملوا، بس أنت الحمد لله ما عليك إلا العافية. أنت قاعد تقولي لي الحكي عشان تتهربين من السؤال وما تجاوبيني؟ قلت لك ماكو شيء، ماكو شيء شايد، لا تقعد توسوس. بعدين هذه سوالف حريم يعني بيني وبين بنتي. إن شاء الله لو أن قلبي حاس غير هذا أروح أنام. تصبحين على خير. وأنت من أهل الخير. خلاص طيبة، قلت لك ترى مالي خلق أتكلم، خليني بروحي الله يخليك. زين أنا ما بيك تنام وأنت زعلان، يعني بذمتك أنا أقدر أحط راسي على المخدة وأخوي الصغير الغالي متضايق وحاط بقلبه؟ ليش إن شاء الله؟ ومن متى الاهتمام؟ من متى حد فيكم حس فيني؟ زعلان متضايق مرتاح من متى؟ عثمانو بلا عيارة، أنت تدريش كثر نحبك، نحبك أنا وإخوانك ونخاف عليك، بس أنت الله يهديك حاط حواجز وحاط حدود بيننا وبينك. وأنا معي حق، وظاهر أخوك لحين ما فادت معاه الحدود. عينان امتد علي؟ أنا يطقني؟ تدرين أنت لو مدشة بيننا كان هم أنا طقيته؟ شش استح على وجهك، شنو الطقة؟ هذا أخوك الكبير بحسبة أبوك، بعدين أنت لو ما قليت أدبك عليه كان ما مد إيده. روحي قولي له ما يهمني، لا هو ولا اي احد بهالبيت. يكون علشان هو يعني اخوي العود ومدير الشركه وانا موظف عادي يسوي فيني كذي ويطقني؟ هذه شركتنا كلنا. وطي حسك لحد يسمعك. روحي قولي له وقولي حق امي بعد ريم بتزوجها وغصبا عليكم. اسكت عاد لا قص لسانك الحين، ترى ما ينلام فيك عماد. طيب هو خلاص عاد، قلت لك من الاول مالي خلق، طلعي برا وخليني بروحي. صدق ما تستحي على وجهك، هذه ذاتي الحين؟ أنا يا أخذ بخاطرك وكذي تكلمني؟ لكن تدري أنا اللي بوريك يا عثيمين. أنا شلون ما حاولت أعرف شنو هذا السر اللي خشت أمي عني؟ حتى رجع حبي لعثمان عم عيوني؟ كنت أظن الخلاف بين أمي وليلى خلاف عائلي بسيط وكبره، بس ظهرنا الموضوع وايد أكبر من كذي. شنو السر اللي خلى أمي كذي خايفة تقول لي؟ ما راح أقدر أتزوج عثمان إلا إذا عرفته. قلت لك رادة البيت ألف مرة عيدها. شنو يعني وين كنت؟ أنتي تحققين معاي؟ طيب أنا مليون مرة قلت لك ما أحب أحد يسألني. إيش في عثمان؟ إي إي إي. وبعدين زين يسوي في أخوك؟ إحنا خلصنا من هذا الموضوع خلاص. يبا ما عليك فيه،
خلي أخوك يتحلطم الحين ويعصب، مرده بيهدى وبينسى الموضوع وبيسكت. وتالية معك، ترى أنت زعجتيني وايد، خلاص سكري الموضوع وروحي نامي، كاني أنا رادة البيت. يلا مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير يما. هاي يما بالعافية بالعافية. بس يما لا تاكلين وايد، عاد اخاف تمتنين توك والدة. يما هسه 40 اروح الجيم. يصير احسن من قبل بعد. زين تسوين؟ بعدين اخاف ريدك تروح عينه يمين ولا يسار وياخذ عليك مرة. يما هني وستوب. انا ريلي ما اشوف غيري. يموت علي، يعشقني. انا الهوى يتنفسه. اصلا فيصل بحياته ما شاف حدا غيري. ايش فيش ترى قاعد اضحك معاك؟ الله لا يغير عليكم ان شاء الله يا ربي ويخليكم حق بعض. يا رب يما يا رب. يما شفتي من ولد فيصل ما خلى شيء بخاطري. ماكو ماركه ما يبليها، ماكو جنطه ما يبليها، اكسسوارات، كل شيء كل شيء، لان يما ما عنده اغلى مني. زين شوي 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 لا تحسدين عمرك، قولي الحمد لله. الحمد لله يما. انا بعد شوي بصور الساعه حط على انستغرام. انتي ما تيوزين من المهايط هذا مالك، بس عاد كافي. بعدين تعالي ولدك وينه؟ جيت السستر تشيك عليه. عشته وحركات والله كشخه. بعدش يلا خليك انا بس لا تكثري من الاكل. تقول ما تكثري من الاكل اول ما راح ابطل. يما اقول لك عماد طقه، عماد اللي عمره ما مد ايده على احد كذي يسوي فيه؟ يما لازم تتدخلين الحين دورك. ايش فيك قاعده اكلمك؟ ليش حقرتني؟ عثمان هددنا وقال بيتزوجها غصبا عن الكل. يما انت ما تسمعين؟ ما تحسين؟ شلون يعني انا ما احس؟ انا امكم، انتوا قطعه مني، اذا مو انا احس فيكم منو اللي بيحس؟ بس هذا الموضوع ما يحتاج اكثر من كذي تدخل. أنا كلمت أخوك عثمان يوم كنت بالمكتب، وعماد أخوك كلمه، وعمتك هالنسرة شيخوه كلمته وقالت له هذا الزواج ما راح يتم، بس أخوك راكب راسه، شو أسوي له؟ يبيها. أنتِ ما تخافين؟ يسوي نفس الشباب المتهورين ويقوم يتزوجها من وراء أهلها ويحطكم أمام الأمر الواقع؟ لا ما أخاف. طول ما هذا الموضوع وراه عمتك شيخوه هذه النسرة ما راح يصير ولا راح يتم. يما ليش انت بايعتها كذي؟ ليش ما تساعدينه؟ اقول لك مو كنا يبي لي لون ثاني اظافري؟ ويما ما صدق، يعني احر ما عندي ابرد ما عندك. يعني ايش تبيني اسوي؟ يبي تزوجها؟ يلا خير روحي طق بابهم، اقص ايدي مني اذا رضت عمتك. ليش؟ اكيد عشان السر صح؟ السر اللي ما تبون احد يعرف عنه. تدرين ان عثمان امس راح سال عماد؟ بلا كلام فاضي يلا اهو روحي دارك، عندي مشاوير وايد بجهز. واقول لك شيء ثاني، صدقين انت المفروض تقطعين اجازتك تروحين تداومين، لان القعده الزايده بالبيت تجيب الاخبال. توكلي على الله روحي دارك. يلا روحي. ما أدري عاد متى إن شاء الله نخلص، بل الحين ما بلشنا. يلا بسرعة أنت. جاهزة هنودة؟ إيه جاهزة الحين يا وراك. قولي لي إيش رأيك نفنف أوكي؟ تجننين. زين شعري؟ كله تمام كله تمام. حمرتي؟ حلو حلو الحين روحي خلصي الحين. أكيد. هندو ريلك تدق. الو هلا والله، صدقين ولهت عليك وانا بعد اكثر.
ما تدرين ودي أخلص الدوام بسرعة ويا البيت وأقول لهم عن الخبر السعيد اللي سمعته أمس منك. إنزين حبيبي أنا بالاستديو بس أخلص أكلمك. ولي وإحنا ما نخلص من هالتصوير؟ حبيبي عندي فوتو سيشن بس عشان براند ما راح أطول. إنزين اللي قاعد يصورونك واحد ولا واحدة؟ واحدة. أوكي يلا خوش باي باي. يلا حبيبي مع السلامة. شكله عصب عليك. اي طبعا يعصب علي، لازم يعصب علي. انا المفروض مره ثانيه ما يبلا طاري صور ولا فوتو سيشن ولا شيء مره ثانيه بعد ما يصير تشذبين عليه. يعني شو اسوي انا الحين؟ شو اسوي؟ هات بس كيخله اروح اخلص. انت ما تبي تيوز؟ اخذ حقك معاه وقطب النظاره. حاضر سيدي. يلا هلا بدر. هلا يوه. لا وين انا عندي زام ليل مطول هني. اي والله مشاكل وايدة. لا تغدوا عليكم العافية ان شاء الله. يلا مع السلامة. اليوم أبي أمر أختك سحر، بس تعال معي، ما أبي أروح بروحي. بيت حمولتك هذا ما فيها شيء إذا رحتي لهم بروحك، مو داشة بيت غريب. صراحة أنا ما أبي أروح بروحي عندهم، أنت تدري إن أهلك ما يحبوني ولا يواطنوني. عاد شوفي ليش ما يحبونك، وإذا هامينك غيري رايهم فيك. بدر الله يهديك، إيش فيك علي؟ أنت تعرف أهلك زين، أمك الله يهديها ما تبلعني من أختني. وراي أمي ما يهمك؟ بس أهلك يهمونك؟ أنت حتى زوارة ما تروحي لهم بس بالمناسبات. يعني الحين صرت أنا الغلطانة؟ أي غلطانة، غلطانة ونص. في ريال ما يبي يشوف أهله يحبون مرته. أنا تضايق لما أشوف أمي وأبوي يعتمدون على فيصل في كل شيء، وكل هذا على بالهم أنك أنت ماخذتني منهم. أنا شكو إذا لهالدرجة حسبتني بضمير؟ خلاص روح كل كم يوم نام عندهم. ما يفيد هالكلام الحين. السكن مو هو السبب الوحيد، وايد أمور تراكمت علي، وايد 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 أكثر من طاقتي. أنا ولدهم الوحيد، حتى بشري ما سميته على اسم أبوي، ما يشوفونه إلا إذا حضرتك وافقتي ورحتي لهم. وايد غيره وغيره وغيره. خليني ساكت الله خليك. إن شاء الله حبيبتي، باكر الصبح أتصل فيك ونحدد الموعد. إن شاء الله حبيبتي، مع السلامة، الله يحفظك. واي ماني بصدقة، يا ريت عرفه يبب، خلني أحاول. لا لا لا. واي واي، وأخيرا بفتك من هذا اللي اسمه عثمان. ألو، ها سوسن شلونك؟ شخبارك؟ باركيلي. إيه ريم انخطبت. الله يبارك بعمرك، مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. واي واي، خلي يبب. لا 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 لا، أخيرا. سلام.
واي اليوم زحمة زحمة تخرع، الشارع واقف والحالة حالة. توهكت، السيد واقف والحالة حالة، ما أدري شو أسوي بعمري. حبيبي وين اللي داق علي يقولي أنا ولهان عليك وما أقدر أصبر من غيرك وأبي أشوفك الحين يوم جيت كذي تحقرني؟ زين شرفت الفندق اللي ساكنة فيه؟ أدري حبيبي أنا مقصرة وإن التصوير ماخذ كل وقتي، بس صدقني حبيبي صدقني ما قدرت أجي على الغداء، أنا آسفة وايد آسفة، بس اليوم إن شاء الله على العشاء نعوضها ونقول لهم عن البيبي. هند اللي ببطنك يبيك تطيحينه. مالك شغل بأمي ولا لك شغل بأمك، صدقيني بنت زوج قصبا على الكل. ريم خلاص عاد. لا حبيب انا بحبك. بس حد مو عجله قاعد تبكين، ترى ما احب اشوفك كذي. انا حاسه كل اللي قاعد يصير نهايه علاقتنا. امي كانت تعبث بتلفوني كذي يا هلا تنبش وتشوف منو يدق علي منو يكلمني. اخاف هي اليوم اللي تتملل وتستغنى عني. انا استغنى عنك؟ ريم انا ما اقدر اعيش بدونك، ايش فيك؟ ليش ما رضيت توثقين فيني؟ تحس بالك اصلا تقدر تستغنى عني؟ انا ما راح اخليك. عثمان انا احبك يا المينونه وانا اموت فيك. احبك لو امي واخواني والعالم كله يوقف بويهي، راح اخذك يعني راح اخذك. شلون بتاخذني؟ ترى احنا مو عايشين بامريكا ولا اوروبا، احنا لازم نتزوج اصلا بموافقتهم، شلون نقدر نقنعهم؟ انت بس سمعي كلامي وصدقيني راح نقنعهم. ريم انت سالفتك؟ انا احس ان انت ترى مو واثقه فيني. شنو معادتني ريال قدامك؟ بلا ريال واثقه فيك. بس عيل بس دموعك الدموع هذا ما بيشوفه مره ثانيه وانا موجود. اوكي انت قاعد تخاطرين بسلامتك وبسلامه اللي ببطنك علشان هالخرابيط اللي قاعد تسوينها، تصوير واعلانات. انت لو يهمك اللي ببطنك كان مو من الصبح لاذان المغرب وانت تفترين من استديو لاستديو. حبيبي الله يهداك، من قال لك ان الحمال قاعده ورباده وكسل؟ حبيبي انا عايشه حياتي هلثي، اروح واطلع وارد. شوف الاجانب عندك بطنها هالطول قدامها تسعد جبل وتركب قاري، الحياه حلوه. انا ما قصدت كذي، انا اقصد هالصور السخيفه والتافهه اللي تصورينها وانت حامل وتحطينها بالانستغرام. شنو قصدك؟ أنا تافهة؟ وستين مليون تافهة، قضيت حياتك تصوير وإعلانات وإنستغرام، فتحي مخك، كبري شوي. أولاً ما أسمح لك تقول عني تافهة، ثانياً أنت حبيتني على هالأساس، شو اللي تغير الحين؟ يوم أني معاجبتك ليش خذيتني من الأساس؟ قلت يمكن الزواج يغيرك. أنا شرطت عليك من البداية وقلت لك هذه حياتي وما راح أغيرها والمجال هذا ما راح أتركه وأنت وافقت. والحين الظروف تغيرت، جاينا ولد بالطريق، بس ايش بيقولون عنه لي كبر؟ بيقولون امه مهرجه وتسوي اعلانات ودعايات. ولدي ما راح يطلع نفسك، ولدي راح يطلع متفتح ومثقف ولا يهمه كلام الناس التافهه. اللي عندي قلته وخلصته، يا اما تتركين هالمجال وتكذبين ارضك وبيتك ولا تروحين تطيحين لي ببطنك. ما ابي باكر ولدي ينظلم معاك. حبيبي ماني مطيحه اللي ببطني ولا أنا هادة شغلي، بشوف إيش بتسوي. وانت إيش ذنبك بعلاقته بأهله؟ إما هو اللي محملني الذنب، تخيلي قط علي كلام مثل السم عور قلبي وبعدها تركني وطلع ودقدق عليه دقدق عليه ما يرد على اتصالاتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أكيد أمه شاحنته. إذا أنا إيش مسوية في أمه؟ أنا ما أعرف ليش هي ما تحبني. وبالطقاق حبتك ولا ما حبتك، اهم شيء ريلك يحبك ويموت عليك. بعدين ترى وايد امهات يكرهون جناينهم خصوصا اذا عندها ولد واحد. ما قولي لي الله يخليك، شنو الحل؟ شو اسوي الحين؟ لا تسوين شيء، انت خليه على راحته، يمكن هو محتر شوي من كلام ابوه معه. انت تعتقدين ان سكننا عندك بالبيت هو السبب؟ ايش عليه؟
ما أدري بس يعني هو لمح إنه يعني يبينا نروح نسكن عند هلا. إيش هالخرابيط هذه؟ بيت بوتش كبرى وش عرضه؟ شوفيش حلوة، حق منو تخلينا بالله؟ حق حريم إخوانك؟ بعد يما إذا هو يبي كذي أنا ما أقدر أقول له لا. لا تقدرين تقولين، وإن ما قدرتي أنا أقول له لا. لا لا ما تكفي تكفي، لا تقولين شيء ولا تسوين شيء، أنا بحل مشكلتي معه. وي شو هالصوت؟ هذا كنا صوت عمر. يما كنا. وي بسم الله. وبعدين يعني معاك انت وبعدين؟ عندي والتالي معاك ما صارت. لا تصارح على جير، ما اصغى عيال كسرت. مو عاد مقلب الباب. خلاص اوكي ماشي. بطقك. شفيكم شفيكم؟ هن. شفيك يما؟ شفيها مرتك حقارتنا ومشت؟ شو اللي صاير؟ يما رجاء مشاكل بيني وبين مرتي، لا تدخلون روحكم فيها، مو شرط انت والفريج والدنيا كلهم يعرفون مشاكلي، ما صارت ما حد له خصوصيه في البيت. يا جليل الحياه، اي انا مالي عازه بعد، مالت عليكم، ذي الفينتي على وجهي بعد. تعالي يما بدر تعال حياك. شلونك يبا؟ هلا هلا بدر هلا. يبا جبت لك حفيدك والهان عليك. ما شاء الله. هم دايوله؟ إيه عزيزان. بدر يقول وده ياخذنا باكر الحديقة مع مرته وولده. ايش رأيك نروح نغير جو؟ من زمان ما طلعنا. وذكرتيني الله يذكرك بالشهادة، أنا متواعد مع فيصل أودي سيارتي القديمة أساس يعرف الجراجات هو هناك. إي والله زين. هلا هلا فيصل، وينك في؟ قواك الله. إي بس بغيت أذكرك بالموعد مالي عشان أودي السيارة. خير بوجهك. مشكور. مع السلامة. أنا هالفيصل هذا بصراحة ما أقدر أستغنى عنه. يعني أنا مغير أضيع ترى. كلهم فيهم الخير والبركة. فيصل وبدر ولدك. الله يبلغنا بعيالهم إن شاء الله. آمين. يلا يبا أنا بمشي. توصيني على شيء؟ لا لا سلامتك. يلا يما مع السلامة. حافظك الله يما. بدر عندنا؟ بدر؟ بدر؟ ايش فيك؟ زين لك كذي كسرت بخاطر الولد؟ خليته يطلع من البيت زعلان؟ اللي رضى على زعلي بالاول ارضى على زعله. بس هذا ولدنا وحيدنا، منو بيشيلنا باكر لشي ابنا؟ ليش تخلي الولد يكرهك ليش؟ أنا ما خليته يكرهني. أنا اللي بقلبي يبين على وجهي. أنت حتى ما كلفت نفسك تشيل ولده، تحطه بحضنك نفس ما تشيل ولد بنتك. ليش أشيله؟ زين شلته ودارت مرته. وراح تزعل أكيد، هو ما يرضى على زعلها. هذا اللي سمى ولدها البشر على أبوها. ها؟ سكتي ما عندك رد تشوف. وصال ولدك هذا ترى ما يعرف السنة. هذه بتزوج وخذ زوجته وخلاها هناك. ما قال على الأقل أوديها عند أبوي عند أمي تشيلهم تقعد وياهم. لا. يلا خليني ساكت أحسن. لا يا عمي ما أقدر ما أقدر. الويكند هذا بالذات ما أقدر. انت حين يعني بتقول لي بالشاليه يعني انت بتغريني؟ اي سهروا عليكم بالعافيه، انا ما اقدر فعلا عندي شغل. يعني عندي شغل بالشركه وعندي موعد مهم. انت ايش دخلك موعدي مع منو؟
اسمع اسمع، على نياتكم ترزقونها، انا عندي موعد ومهم، انت شلون بتفكر كيفك مع نفسك؟ ايه يلا يلا، كلم الربع وعليكم بالعافيه. طمنوني عليكم. سهرة ممتعة ابوي، مع السلامة. في مرة، مع السلامة، باي باي. الو؟ مساء الخير. اي نعم، اي نعم، عماد معك، الله يحييك، اهلا وسهلا فيك. بس اختي بغيت اسألك سؤال بالنسبة لعزوز. اقدر اخذ الويكند هذا معاي؟ اي انت وعدتيني وانا على ضوء هذا وعدتها، يعني ما بيخلف وعدي وياها. مشكوره مشكوره، ما تقصرين. اي والله ودي اسوي له شيء مفاجاه يعني. تسلمي، شكرا شكرا، الله يعطيك العافيه، مع السلامه، مع السلامه، شكرا شكرا. تحكين ولا شلون؟ يما قلت لك ما فيني شيء، خلاص. عايش في داش علينا كذي معصبه، لا سلام ولا كلام، مو من عوايدك. اعطيني التليفون. تفضلي. طبعا عارفه الباسورد، ما له داعي افتح لك اياه. اي اكيد عارفه طبعا. على بالك انا مدمغه؟ اكيد ماسحه كل المكالمات. هات هات. يما شلون شتين معاي الجامعة؟ تحطين لك كرسي، تشوفين منو يسلم علي، أدق على منو، أكلم منو، وإذا رحت الجمعية شو أسوي هناك؟ ولا أقول لك شيء؟ أخذ لك سماعة لاسلكية، وأحطها لك بالجنطة عندي، أي وقت أنت بالبيت فاضية تتسمعين، كذي ترتاحين صح؟ يما؟ يما يما كاني انا بالحمام بالحمام. يما جبت لك المبخر مثل ما طلبتي، كبا خليه على الطاوله. زين زين. يما تلفونك يرن. جايه جايه. فرع الغاز. الو الو، انت ايش قاعد تسوين؟ يما تلفونك مكتوب فرع الغاز ويرن رديت. وليش تردين؟ ما تعرفين ان في شيء اسمه الخصوصيه؟ وتدرون فيني احب خصوصيتي؟ يما انا اسفه، ما راح اعيدها. تفضلي وسكري الباب معك. ان شاء الله. ليش عصبت علي كذي؟ بعد فرع الغاز يدق هالوقت، غريبة. عمر، أدري أنت تسأل نفسك الحين وتقول أنا ليش رديت. أنا ما رديت عشانك، أنا رديت عشان ضناي. لما كلمت أمي بالتليفون
وسمعتها شلون خايفة علي والرجفة اللي بصوتها، تخيلت عمري أنا باكر خايفة على ظناي كذي. ما بي ولدي ولا بنتي باكر يكبرون ويكونون ضحية حق خلافاتنا اللي ما تنتهي عمر. إبراهيم الوقت تأخر، ما تبي تنام؟ وعليك مني، ليش انتو نامي؟ يا شو الحكي؟ أنا طلعت للحديقة علشان أعطيك مجال انتو وبنتك تحكون على راحتكم. الواضح انكم نايمين على موضوع وما تبوني أعرفه. إبراهيم واللي سلم قلبك لا تتوهم. أنا ما أتوهم، مرة قلتي لي موضوع خاص، مرة قلتي لي سوالف حريم، ومرة قلتي لي ما فيها شيء، بس هالمرة أنا متأكد إن في شيء. شيخة أنا أبو وحس ببنتي مثل ما أنت تحسين فيها. إنزين ممكن أدخل داخل ونتكلم في هالموضوع لو سمحت؟ لا ما راح أدخل قبل لا أعرف كل شيء منك. أنا مو طرطور في هالبيت، بعدين بنتي إيش فيها؟ طايحة في مصيبة لا سمح الله. بسم الله عليها. عايش اللي صاير فهميني. ريم انخطبت وأنا بصراحة بغيت أخذ رأيها قبل أكلمك في الموضوع. ريم انخطبت؟ اي تصدق يا ابراهيم خوش ريال، دكتور ما شاء الله عليه، ولد ناس وعائله ومعروف ما شاء الله عليه والكل يمدحه، وانا وبنتك موافقين. رديت البيت بس ما تضايقت من ردتي؟ لا ابد سلامتك. بيت ابوك بيتك وهني هم بيتك. ايش تقصد بهالحكي؟ ما اقصد شيء، يعني سوي اللي تبينه كيفك على هواك. عمر ما علي نتكلم بالموضوع مرة ثانية؟ اي مو مشكلة، وقت ما تفضلين حضرتك. بالعافية. حط لك شاي؟ ايش فيك ما تكلمني؟ زين قول اي شيء. تدري؟ خلاص روح غير اسم عزوز، سمى على اسم ابوك عشان يرضى. الحمد لله والشكر. انا ما ادري انت شلون تفكرين. انا بس ابي ارضيك. ما بيك تزعل مني، وانت مو معطني وي. ما علي انا متضايق شوي وما ابي اتكلم مع احد. متضايق مني؟ لا من نفسي. يلا انا تاخرت على الدوام، مع السلامه. مع السلامه. أمي ما أدري إيش فيها للحين ما قعدت ولا تريقت معانا. ألو؟ ألو قوة عماد، شلونك؟ أنا بخير الحمد لله، إيش عندك ذا قبل الصبح غريبة؟ عماد الله يخليك، أبيك تدق على عمر وتكلمه. البارحة تناجر مع زوجته، بعدين راح وطلع حرته كلها في أمي، طول لسانه عليها وأمي المسكينة تضايقت ويها انقلب وما نامت طول الليل. دخلت غرفتها وقفلت على روحها الباب. تخيل ليه الحين ما طلعت من غرفتها؟ حول الله. والتالي مع أخوانك هذيلة والله العظيم يفشلون. كل ما أقول أنا عمر أحسن من عثمانة يطلع عرده منه. ما علي تكفى، انت اخوهم العود، كلم انت عمر وانا عثمان ان شاء الله بتفاهم معه. ان شاء الله ان شاء الله خير. مع السلامه. ايه
هات حبيبتي تفضلي. مشكور. ها ترى ما حطيت لك شكر وايد شويه، ادري ما تحبين الشكر. سوسن، انا اتفقت مع الجماعه عقب باكر ان شاء الله بيمرون علينا عقب صلاه المغرب، بس ها هلا هلا فيني، ترى انا اختك ابي وقفتك معاي، ابيك توقفين معاي ونستقبل الحريم مع بعض. افا عليك من عيني، هذه قبل هذه كم شيخه عندي؟ وحده بس انا اكيد. الله يشهد انك عزيزه وغاليه وعادتك وحده من خواتي. يا بعد عمري يا سوسن، الله لا يحرمني منك. وبنتك ايش رايها؟ تبين الصج يا سوسن، انا للحين ما علمتها، بس اول ما ترجع من الجامعه ان شاء الله بحطها قدام الامر الواقع. يا معودة بنتك عسرة، خوفش تورطنا وتفشلنا قدام لوادم. لا حبيبتي لا تحاتين، مو على كيفها، غصبا عليها راح تنزل وتستقبل معاي الحريم، أنا ما عندي سوالف في هال مني مني. ليش ما كلمتيها بالأول؟ يمكن الحينها تحب ولد خالها وتبيه. تخسي، مو على كيفها، أنا ما صدقت أفتك من هذا اللي اسمه عثمان. بعدين تبين الصج، الزواج هذا يا في وقته، وأخيرا برتاح يا سوسن من عثمان وعوار الرأس. الله يهديها بس ترضى وتوافق وتستهل في دربها ويكون من نصيبها اللي خاطبها إن شاء الله. الله يسمع منك. عاد تعرفين يا سوسن، والله إنه خوش ريال ودكتور ما شاء الله عليه، لا وولد ناس وعائلة وما شاء الله ما عليهم قصور. كم عمره؟ 27. عاد تدرين هذا أحسن سن للزواج، هذا سن الزاهد الناضج. أي مثل عبد الله ولدي، اسم الله عليه. شنو؟ والله ضحكتيني، منو هذا ولدك عبد الله؟ الله يهديك، هذا ايش عرفك وعم من بوعه؟ ايش دعوه شيخه؟ ايوه انا صادجه، شنو ايش دعوه بعد شيخه؟ انت صار لك الحين 100 سنه مو 7 سنين، 7 سنين وانت قاعد تدورين له على مره وللحين مو محصل له وحده. اقول بلا مده البوس هذه، انا اقول لو تشربين الشاي وايد احسن. ونصب لي قهوه اهو. يا زينة ولدنا الله يحفظها. إن شاء الله يا رب، الله يبلغنا فيه حبيبي. ولهت عليك، البيت ما يسوى من دونك. يعني فاقدني؟ طبعا فاقدك، أنت كل شيء بدنيتي. يلا عاد أنا الدلع، متى ترجعين البيت؟ خلاص حبيبي ما بقى شيء، أنا بعد وايد ولهانة على البيت ولهانة عليك. الله لا يحرمني من هذه الضحكة وهذه العيون. هات. بسم الله. بسم الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله. هلا 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 يبا هلا هلا. شلونك؟ بخير، عساكم بخير. الله يسلمك. يبا وينك تأخرت؟ فيصل من الصبح ناطرك. زين يبا أنا آسف، اعذروني، منكم السموحة، ريال وراي شغل، خلصت الزام وجيت يا يبا. قواك الله عمي، قواك الله يقويك. يلا نمشي؟ إيه نشوف مفاتيح السيارة مو عندي اللي بوديها الجراج. وصل وصل. يبا أمي مو بالبيت. وراحت. راحت تشرب شاي الضحى بيت الإيران. الإيران مو أمس عندهم. يبا أمس عند الإيران لهالصوب، اليوم عند الإيران لهالصوب. إيه ما شاء الله عليها، على الصوب إيه شرق وغرب، طالع على ريلها حداقة، تباري على مايتين مني ومني. خلاص استريح، أنا أشوف المفاتيح أخذهم وياكم. استريح عمي، أروح أنا أجيب لك المفتاح. لا يا يبا استريح أنت، خليكني مع ولدك مع مرتك، أنا أصعد أخذ المفاتيح وياكم. استريح. نايم؟ أيوة. عسى الله يحفظه إن شاء الله. الله يعين عمي على هذه الوظيفة، وليش ما يتقاعد ويرتاح؟ عايزنا نقول له، ما يرضى يحب شغله. المسكين رأسه كله انترس من الشيب بسبب المشاكل اللي يشوفها في المخفر. الله يستر عليه، بس كل يوم تيله مكالمات ومسجات تهديد، بس هو ما يتوب. هددون عمي؟ من اللي هدده؟ المجرمين اللي يقبض عليهم، يدزوا له ناس يقعدون يهددونه، بس ما شاء الله عليه أبوي ما يخاف. إن شاء الله ولدنا يطلع مثله. إن شاء الله. زين عزوزي، وين فيه الحين؟ موجود في غرفة الألعاب وينتظرك على نار. تمام، قلتي لي إن أنا جايب له كيكة وبحتفل بعيد ميلاده ولا ما قلتي له؟ لا ما قلت له، بس هو يدري إنك جاي، خليها مفاجأة. زين بس بقول لك شيء قبل تماضر، أنا أول شيء آسف، أدري إني أنا مقصر في الزيارة، يعني يا دوب أقدر أشوفه في الويكند. بس أنا متأكد إنه في إيد أمينة وأنتم ما بتقصرون معاه إن شاء الله. بالتأكيد، والله يجزاك كل خير. الله يسلمك، خلينا نولع له الشموع علشان ندخل عليه بالكيك. يلا.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to عزوز. Happy birthday to you. عط بوس الكبير لابوك تعال. كل سنة طيب حبيبي. زين يلا الحين اتمنى شيء وابيك باقوى قوتك تطفي الشموع. ماشي؟ يلا واحد اثنين ثلاثة يلا. شنو هذا؟ حلو بعد بعد. ايوه برافو عليك برافو. استانس؟ زين تبي شيء ثاني بعد ولا ما تبي؟ شنو يعني شنو تبي؟ هدية. اه تبي هدية؟ طب هات جبت لك كيكة وجبت لك شموع وكل شيء ما تكفي؟ ما تكفي. انزين أبلة تماضر مسوي لك مفاجأة، تروح أنت وربعك توديكم أحسن مطعم في الديرة، تاكل الأكلة اللي أنت تحبها، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. أوه يعني إلا هدية؟ زين اسمع، ترجع إن شاء الله من الرحلة وتلقى هديتك موجودة هنا تنطرك. اتفقنا؟ اتفقنا. خشمك أشوف، خشمك. عافية، يلا أشوف إيش قاعد تسوي؟ راوني شنو قاعد ترسم؟ نمر. شنو اسمه بالإنجليزي زين؟ تايجر. الله. تايجر. وهذا شنو هذا؟ غزال. هذا غزال؟ زين انا بلون الغزال وانت تلون التايجر، اتفقنا؟ يلا شوف. لونك اياه بالاحمر. شو من الاحلى؟ احمر. احمر احلى صح؟ زين ليش ما لونت بالاحمر؟ يلا بدل المياه. يما 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 يلا قومي الساعة 1:30. يما شايك على النوم؟ قومي. جولي جولي. يس مدام. ما شفتي ماما اليوم الصبح؟ ما يدري أنا ما أشوفها. ما طلعت من غرفتها؟ أنا ما أشوفها. يما يما ردي علي. يما يما عثمان الحق الحق. عثمان خير؟ ايش فيك؟ ما ادري امي بغرفتها من البارحه ادق عليها الباب ما تفتح. ما ادري ايش فيها. الله يخليك شوف شو السالفه. يما 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 ترى بكسر الباب. هذا شي كسره. يما وينها؟ مو موجودة. هذا السرير على حطتها، هذا المبخر اللي تبخرت فيه البارحة. معناتها أن أمي ما نامت هني من أمس. اي حبيبتي. لا لا معاك. لا والله باكر ما اقدر كلش مشغوله. يلا يلا خليك الحين بعدين احاكيك. مع السلامه. ريم. نعم. تعالي يما ابي احاكيك. خير يما؟ ايش صاير؟ خير بويهك. تعالي قعدي هني يمي عشان احاكيك عدل. وهذه قاعده قولي. ابيك عقب باكر تكونين جاهزه لان بيونا حريم. حريم؟ اي انتي انخطبتي وانا وابوك وافقنا. ما انت ايش قاعد تقولين؟ اللي سمعتي ما شاء الله عليه ولد ناس وعائله ودكتور عيون وكل الناس تمدحه. خلاص عيل تزوجي انتي. اوكفي انتي ما تستحين على وجهك تحاكيني كذي؟ انا امك مو واحده من رفيجاتك.
يما موافقتكم انت وابوي ما لها اي علاقه بحياتي الشخصيه، تدرين شلون يما؟ من الاخر انا مو ناويه اتزوج خلاص. لا يا ماما، عيل بتتزوجينه غصبا عليك وما في شيء خليك ترفضين. يما اذا حرشتيني قدام الحريم صدقيني راح انزل لهم تحت واقول لهم انك جبرتني اتزوج، بقول لهم ان انا واحده مغصوبه على الزواج. وانا بقول حق ابوك انك انت رافضه الريال عشان الاخ عثمان علشان يقرب البيت على راسك. اتدرين شلون؟ انا واحده ما يهمني وما لي شغل فيكم، زواج ما بتزوج، حياتي وانا حره فيها، شنو بالغصب؟ يا ربي من هالبنية شو نقنعها؟ صار ما ترد. ما ترد ولا جهازها مغلق؟ ما ترد، مفتوح الجهاز، ما ادري ايش فيها، كان ما صار فيها شيء. فكل واحد فيكم بهالبيت يتكلم بصراحة، ما يخلي سر بقلبه. صالح اخوانه كان عرفنا على الاقل امي وينها من امس. وتالي ما تحالي لك انت. عماد عثمان تكفون، مو وقتكم الحين، بروحوا حالتنا حاله، هذا مو وقت نقاش. لا وقته وقته يا طيبه، اذا بنت حكي انت حكي الحين وتناقش الحين. انا بيكم تعرفون ان انتم السبب في اللي قاعد يصير هذا كله، هي انت وانتم كلكم. كل واحد فيكم لاهي بنفسه وبحاله ما يدري عن الثاني. اصلا امي ما تدرون عنها، معتبرينها قطعه اثاث هنا موجوده عندكم بالبيت. لو ما تجي تطقطق عليكم باب دوركم واحد واحد عشان تغدون ولا تعشون، والله بالاسبوع ما تدرون عنها. لو واحد فيكم بس فكر انه يكون قريب منها كان عرفت امي ليش ما ردت البيت من امس. طبعا هالكلام هذا يخصك انت بعد. اي يخصني حتى انا، بس انا ايش قاعد اسوي؟ انا لاهي ومركز، حاط طاقتي كلها علشان احافظ على حلالكم، مو قاعد العب. وانا بعد دوامي ثقيل ومرضى وايد، ومرات يصير عندي خفاره، انا زوجتي اللي هي زوجتي ما قاعد اشوفها. أحسن واحد في الدنيا طلع عذار أنت. عموماً أنا ما قاعد ألومكم، ها؟ أنا ما بيكم تغيرون، عساكم ما تغيرتوا، لا تغيرون أطباعكم، بس عشان تعرفون ليش أمي ما اهتمت تقول لكم وين راحت. هذه أمي. يما يما أنت وينك؟ إيش فيكم تطالعوني كذي؟ يما خوفتينا عليك. من شنو خوفتكم؟ يما الله يهديك، انتي طالعة من البارحة وما رديتي، انتي حتى ما نمتي بالبيت، شلون ما نخاف؟ وين كنتي؟ إذا الغداء جاهز خلينا نشوفون. لحظة يما لحظة، جاوبي على سؤال أختي، ترى عيالك كسروا عليك باب غرفتك، كسروه من الخرعة، وانتي بكل برود تسألين عن الغداء؟ وين كنتي من أمس؟ هذا الحكي لي أنا؟ إي يما حاجيك، وين كنتي من أمس؟ يما حاجيك. لحظة، كل واحد يقضي مكانه، خلوني مع أمي بروحنا. سحر وينها؟ ما بتقعد ويانا؟ نايمة بعد عمري، طول الليل سهرانة ويا ولدها وما نامت لويه الصبح. وأبوي وينه؟ أبوك راح يصلح سيارته القديمة، ما أدري شنو فيها خربان. مع فيصل صح؟ إيه، لأن فيصل هو اللي مودي الجراج. والله يما لو طالب مني كان وديته أحسن جراج، بس هو ما يحب يطلب مني. يا يما الله يهديك، مو كذي الموضوع. أبوك يوم قاعد يتشكى من السيارة كان فيصل قاعد عندنا وقال له أنا أوديك الجراج. يما أنا عرفت لما تقصين علي، أبوي يحب فيصل أكثر مني. ها شو الحكي هذا يا يما؟ أنت ولده وهذاك نسيبه، أكو أبو ما يحب ولده؟ عشت فسرين تصرفاته معاي. عمره أبوي ما طلب مني وقال لي تعال امشي وياي ديوانية، عمره ما قال لي هات ولدك عزوز عشان أشوفه، عمره يمه ما قال لي تعال خلص لي شغلة. عمره وفيصل قبل ما يجي ولده ترى غرفته كلها ألعاب. ليش يحبه أكثر مني يمه؟ ليش؟ أنا بشنو قصرت معاه؟ يعني معقولة فيصل اللي ما عرفنا إلا لما أخذ أختي يكون أقرب لأبوي مني أنا؟ هذا ابوك وصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يبا. ما شاء الله. بدر عندنا. شلونك يبا؟ خير. سلمان هو اللي يسلم عمرك، خليك قاعد ويا بدر، أنا بروح أسير على الحريم تأخرت عليهم. بسك عاد من التسير على الحريم الله يهديك.
أنا من أمس بالدوام ما نمت، ومن الصبح طالع معي فيصل جزاه الله خير ما قصر وياي من قراج لقراج عشان صلح السيارة هذه، كاهي تسمح حسك، صلحناها وزهبناها موجودة عند الباب. إذا أعطيني فرصة نام شوي أنا أريح، قعدي مع أولادك. نوم العوافي. الله يعافيك. بدر ايش فيك يما؟ ما فيني شيء يما، ما نمعت لك روحي حق الحريم اللي تبين تروحين لهم. انا بمشي. لا يما خلك خلك، انا اجي روحتي للحريم عادي. لا يما روحي لهم، بروح اشوف شغلي. يلا مع السلامه. حافظك الله يما. خلف الله عليك يا وليدي. أول مرة عمادي حاكي أمي بهالطريقة، وأول مرة أمي تتصرف هالتصرف. تلقين وين راحت؟ وش اللي طلع أمي من البيت بالليل وترد ثاني يوم الظهر؟ مو المشكلة، أنا ما بتدخل بخصوصياتها علشان لا أعطيها مجال تتدخل في خصوصياتي. أنا الحين صار لي ساعة أتكلم وأنتي أمم ما أخذتني على قد عقلي. عمر إيش فيك؟ أسمعك. أي تسمعيني وأنتي لا هي بهل يا هد اللي بيدك. عمر لا تصرخ علي، إيش فيك الله يهداك؟ قاعد أرد على الناس بالإنستا، يعني ما يسركشت فيهم، أنا وحدة حريصة بشغلي. إيه خوش ردي على الناس وحقريني أنا. شوفي عاد الأمور وياك وصلت حدها. شنو يعني؟ قدامك حد الشايتين، يا الولد يا الشهرة. عمر ليه هالدرجة أنت مخك صغير؟ لا أنت اللي مخك كبير. شوفي عاد أنا ما عندي استعداد واحدة تربي ولدي كل همها الانستغرام والشهرة. شو أسوي بهالمصيبة يا ربي؟ شلون بقدر أنسيها عثمان وأزودها من اللي متقدم له؟ اللي متقدم له هذا ما يتحوى، وصار هو فرصة من السماء علشان تنسى وتعيش حياتها. أنا لازم أقنعها تقبل فيه بالطيب ولا بالقصب. زواجها لازم يتم، لأنها إذا أصرت على عثمان وتزوجته راح تصير مصيبة أكبر منا كلنا. الله يستر، بس الله يستر. ايش قالت لك؟ ايش قالت لك امي عماد؟ عماد بشوف امي. يطلع خلاص، خليها خليها يلا. Thank you.
وأنا ما عندي استعداد. واحدة تربي ولدي كل همها الانستغرام والشهرة. طيبة طيبة، هلا هلا بدر. ايش فيك قاعدة بروحك كذي؟ لا ماكو شيء. انت من وين جاي؟ كنت بالديوانية. قوم يسوي لنا لقمة ناكلها، تراني ميت من الجوع. زين يا ود عزوز، هاتي هات شعري. هاتي بس لحظة لحظة، خلي هات شعري. هلا حبيبي عزوز. ايش فيها؟ بس بس بابا بس بس. يما البنات يبون يوني هنوني وما ادري ايش البس. يما البس هذا ولا هذا؟ كيفك حبيبتي؟ انزين يما، هذه الماركة أنا وايد أحبها، بس هذه ياب لي يا فيصل وايد غالية. براحتك يا عمري. انزين يما، لو لبست معاهم العقد الألماس اللي ياب لي يا فيصل هذيك المرة راح يلوق عليهم ولا لأ؟ ولا أحسه وايد أوفر؟ كيفك لبس اللي تلبسينه، إن شاء الله تلبسين خاتم ألماس على خصرك، بس فكينا من حنتك هذه خلاص. أوف يما، إيش فيك؟ أنا أول مرة أشوفك كذي معصبة. عورتي راسي يا يمه، ذبحتيني ذبحتيني بالمهايط والمزايط مالك. بس خلاص عورتي راسي. ايش فيك؟ كنك أول وحدة تولد بالعالم؟ ما يصير كذي، كافي حنا خلاص. يا صبر أيوب. عسى ما شار يمه. ايش فيك؟ أخوك بدر كاسر خاطري. ايش في بدر يمه؟ متضايق من أبوك. أبوك الله يهديه لا يكلم عدل، لما يزورنا ما يعطي وي، حتى ثجيله علي يبتسم بويها ولا يقول له كلمه حلوه. هذا ظناه مو عدوه، ليش عامله كذي؟ ما علي يما، هدي اعصابك. خنت حيلي. تدرين شو يقول؟ يقول لي ليش ابوي يحب فيصل اكثر مني؟ يعني هذا نسيبه اقرب له مني انا ولده؟ معقوله؟ يما لا تلومين فيصل ولا تلومين ابوي. بدر اللي سوى كذي، وهو من تزوج ما قام ييكم، حتى زواره ما قام يي. والله إذا مرته ما تحبنا كيفها تنياز، بس هذا ولدنا. لا يما، الريال السنع يسنع مرته ويخليها تحب أهلها غصبا عليها. تذكرين فيصل اليوم تزوجني جنو قال لي؟ قال لي أمي الداشة وانت الطالعة، أمي راعية البيت، حتى لو أنت غلطانة رح أغلطك. حتى يما يومها بكيت تذكرين؟ إيه أذكر هالسالفة. يما بدر هو السبب، هو اللي ما عرف يسنع مرته، خلاها تجيلكم أسبوع إيه وأسبوع لأ، لين فجأة قطعت والحين توا يصحى. يما لا تلومين أبوي ولا تلومين فيصل، لومي ولدك، هو السبب الفجوة اللي بينه وبين أبوه. إنزين حبيبتي، أمي أنتي كلمي نصحي، والله حالته هذه معورة قلبي، ماني قادرة أتحمل. خلاص يما رح أكلمه، بس أنتي لا تضايقين نفسك إن شاء الله. حبيبتي يما. شفيت مو على بعضك اليوم؟ صاير شيء؟ لا ماكو شيء. يكون عزوز في شيء وانا ما ادري. لا ما في شيء الحمد لله، بسم الله عليه ما في شيء. عيل ايش فيك؟ ما فيني شيء. باكر بلشت تلمين اغراضك.
كلمي امك قولي لي احنا بنسكن بيت ابوي. شنو كنت ناوي أسوي؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايش رايك فيني اليوم؟ انا سويت ريوق بيدي. يا من قد اليوم. تسلم يدينك يا مريم. عليك بالعافيه. لحظه شوي بس خلنا نشرب قهوتي. الله يعافيك تسلمين. تبي شاي ولا شاي حليب؟ ابي شاي حليب ان شاء الله. ما بتاكلين معي؟ لا وي ابراهيم، انت تعرف انا اول ما اقعد من النوم لازم ابريج فنجان قهوه. مو زين لك هالكافيين يا معوده، كم كوب في اليوم تشربين؟ وي ما عد تقعد تحسب. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. ها بابا ريم تعالي تريقي معاي، تعالي قعدي معاي شويه، من زمان ما قعدت مع ابوك، سولفت عن الجامعه والدراسه. بالعافيه يبا، ما علي متاخره على الجامعه، عندي محاضره الحين، مره ثانيه ان شاء الله بقعد معاكم، مع السلامه. الله يحفظك بني. ريم لحظه شوي. تريق عليك بالعافيه، حطيت لك شكر. نعم. ريم حبيبتي يما، ان شاء الله باكر عقب صلاه المغرب ابيك تكونين جاهزه لان بيون الحريم يشوفونك. يما الله يهديك، مو قلت لك ما ابي اتزوج؟ مو بالغصب، ما ابي يعني ما ابي. تبينه وقصبا عليك، فهمتني ولا لا؟ بتنزلين تقعدين معاهم وتجاملينهم بعد؟ لا، وفوق كل هذا تكونين كاشخه. فاهمه ولا عيد الحكي مره ثانيه؟ واذا فشلتيني يا ريمو بتشوفين مني شيء ما شفتي بحياتك. يما عشان ما افشلك اتصلي حق الحريم واعتذري منهم، لان صدقيني ذا ياو بفشلك وبقول لهم انها جابرتني على الزواج وانا مغصوبه ما ابي اتزوج، اوكي؟ مع السلامه. هلا بالغالية. هلا. ايش رايك؟ صراحة صجنش يعني شيء عادي، بس يعني يلا المهم بيدي سويته. تسلم يدينك الغالية. عليك بالعافية. الحين بتريق عشان خاطرك. بعد قطع صغيرة. بسم الله. كل من زعلان في هالبيت ولا حد يدري ليش. ما ظلينا إلا أنا وأنت، ما تشوف نتريق مع بعض بروحنا؟ زين أنتِ ما دريت إيش اللي دار بينهم عقب ما ردت أمي البيت؟ ما أدري. حط شكر صبر. طلع من عندها وجهه مصفوق واصفر، قضب الباب وطلع وللحين ما رد ترى. استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ايش فينا؟ تقول احد مطالعنا مطالع بهالبيت، احوالنا اعتفست فوق وتحت. والله يا اخوي ما ادري ايش صاير، ماني فاهمه شيء. امي الله يهديها ما عطت احد اي مجال يسالها او يتناقش معاها. يمكن خيره، يمكن لو قالت لنا على اللي بداخلها كان حالنا حال عماد، كلنا قربنا الباب وطلعنا برا البيت. يعني تتوقع لهالدرجه السر خطير؟ شوفي عاد، انا من ناحيتي اللي فيني كافيني، ما بعرف ولا شيء، بمشي تحت الساس واقول يلا الستر.